إسحاق الكريم ابن سيدنا إبراهيم نبيل المحسنين الصادقين على الظلم كان للصابرين لما أخواته اجتمعوا عليه استكتروا حب أبوه لي واحد منهم قال ده يموت فجأة خرج من بينهم صوت واحد منهم قال ده يموت فجأة خرج من بينهم صوت سيدنا إبراهيم نبيل المحسنين الصادقين على الظلم كان للصابرين ظلم جديد تعرض ليه يوم ما كدت له اللي بتقوي حكموا عليه بالسجن سنين عاش يعقوب من بعده حزين حكموا عليه بالسجن سنين عاش يعقوب من بعده حزين بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على سيدنا محمد الحبيب البشير الشفيع النذير الذي أخبر عن ربه بأن له في كل نفس 100,000 فرج قريب وسلم تسليما كثيرا وجاء الموعد المرتقب بين يوسف وإخوته اقترب اللقاء المنتظر ترى ما الذي سيحدث عندما يرى يوسف إخوته أمام عينه؟ لماذا هذا اللقاء مع الرجل الكريم؟
هو الذي يمنح القمح أو يمنعه. يا له من قصر جميل وضخم يدل على عظمة من فيه. علينا إقناعه بإعطائنا مزيدا من القمح. أرى أنه كريم ولا يمكن أن يمنع عنا القمح. لا يمكن أن نحكم عليه قبل أن نرى ما سيفعله معنا. وحدوا كلمتكم وليتكلم عنا يهوذا. نعم، أنا من سيتكلم مع هذا الرجل. هناك قوم يريدون القمح يا يوسف. هم عبرانيون، ليسوا من بلادنا. وعرف يوسف إخوته ولكنهم لم يعرفوه. هيا لتناول الطعام. يبدو أنهم أهل كرم يا إخوتي. هم يتعاملون بكل رقي مع ضيوفهم الغرباء. تفضل. ما أشهى هذا الطعام. لم أتذوق في حياتي طعاما كهذا. إنهم يتقنون كل فنون طهي الطعام. لماذا نحن لا نصنع في بلادنا مثلما يصنع المصريون هنا؟ نحن أهل حضارة، فمصر منارة العلم والتنمير. كيف وصل المصريون لكل هذا التقدم في البناء والزراعة والصيد؟ سيدي القائد، لماذا لا ترسلون رجالا منكم ليعلموا الناس في بلاد أخرى؟ لا يمكن أن تستمر الحياة بلا تطور. هي في خطة الملك أن نرسل بعثات للتنمير في البلاد المحيطة. وماذا عن القمح يا سيدي؟ لا بد أولا من مقابلة الملك. ومتى هذه المقابلة أيها القائد زخار؟ في القريب، ولكن بعد الطعام سنذهب سويا. إلى أين أيها القائد زخار؟ ماذا قلت يا لاخور؟ الملك سيشنق النصوص أمام أعين الناس؟ نعم يا كبير الكهنة، إنه قرار الملك ولا رجعة فيه. المهم أن لا يعترف هؤلاء النصوص بأننا حرضناهم على ذلك. هذا أمر غير مطمئن. لماذا لم نفكر في شراء ذمة زخار؟ هذا أمر جيد، ولكن ماذا لو رفض؟ هو يعمل من أجل ماذا؟ من أجل السلطة والمال. ونحن سنعطيه المال وربما استطاع أن ينال به السلطة. إذن سأذهب إليه. اذهب إليه اليوم، ربما استطعنا إنقاذ موقفنا. تفضل أيها القائد زخار. ما هذا يا لخور؟
وماذا تريد؟ اجلس أيها القائد لنتحدث. ماذا بعد يا نويبار؟ ماذا لو وافق زاخار على خطتي وقتل الملك؟ حينها نكون قد تخلصنا منه. وماذا لو حاربنا يوسف وأخرجناه من مصر؟ وماذا لو أصبحت أنا ويبار كبير الكهنة ملكا على عرش مصر؟ وماذا لو خرج أنصار آمون يدعمونني كملك؟ يا لها من أحلام ستموت إذا ما رجع لاخور بخبر شؤم مثله. لا تقلق يا كبير الكهنة، فأنت في منعة وعز بحب الناس لآمون الذي لا ينفع ولا يضر. ما الذي يضمن لي أن كبير الكهنة سوف يقوم بتعييني في منصب كبير كما يقول إذا وصل وأصبح على عرش مصر؟ كبير الكهنة لا يهتم سوى بمصلحته الشخصية. وأين ستكون أنت يا لاخور إذا نجحت خطتكم؟ أنا لا يشغلني أين أكون، المهم الإله آمون أين يكون؟ ألهذه الدرجة تحب آمون؟ بالتأكيد أيها القائد. أنت تكذب علي وعلى نفسك، ولكن ليست هذه المشكلة. أريد أن أقابل كبير الكهنة. على الرحب والسعة، هيا بنا. سنذهب غدا إلى مخازن القمح، هذا خبر سعيد جدا. وهل تظن أننا سنأخذ القمح غدا؟ نأمل في ذلك يا أخي. يا أخي المهم أن نعود بالقمح. أشتاق إلى ديارنا. لا تقلق سنعود خلال أيام. هيا نستريح، فلدينا غدا عمل شاق. وما هي خطتك للقضاء على الملك وعلى يوسف يا كبير الكهنة؟ نحرق كل مخازن القمح. ثم ماذا؟ تعطي أوامرك لكل رجالك باقتحام قصر الملك أثناء الحريق. ولكن ليست كل القوات تحت قيادتي. أعطي الأوامر لمن معك وسنتكفل نحن بالباقي. وماذا إن أحرقنا القمح وجاع الناس؟
سنسرق كمية كبيرة لتخزينها قبل الحريق. يوسف يتعبد ويشكر الله على نعمته، وما زال يدعو الناس لعبادة الله الواحد الأحد. بعد أن اكتسب ثقة المصريين وأخذوا برأيه في كل صغيرة وكبيرة في أمورهم الدنيوية، ولكن مكر الماكرين مستمر. فلا تحزن يا يوسف، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. ذهب أبناء يعقوب إلى المخازن لجلب القمح. شاهد يوسف إخوته فعرفهم وهم له منكرون، ووقف يسترجع كل ما حدث بسببهم، فلقد كانوا سبباً في تغيير مجرى حياته. يوسف الكريم، ابن يعقوب الكريم، ابن إسحاق الكريم، ابن سيدنا إبراهيم، نبي المحسنين الصادقين، على الظلم كان من الصابرين. لما اخواته اجتمعوا عليه استكتروا حب أبوه لي، واحد منهم قال ده يموت، فجأة خرج من بينهم صوت. قال لو مات كده ذنب كبير، احنا خلاص نرمي في البيت، نسي ساعتها رب كبير، خرجوا من ظلمات البير، عاشوا إسحاق الكريم، ابن سيدنا إبراهيم، نبي المحسنين الصادقين، على الظلم كان من الصابرين. ظلم جديد اتعرض ليه يوم ما كدت له اللي بتقويه، حكموا عليه بالسجن سنين، عاش يعقوب من بعده حزين، حكموا عليه بالسجن سنين، عاش يعقوب من بعده حزين.